انا والله. مبسوطه ان انا اللي معاك. والله انا اللي ليا الشرف. يا حبيبي ربنا يخليك. يعني انت زي ما قلنا انت حصلت على جائزه الدوله للمبدع الصغير تحت رعايه السيده انتصار السيسي، كمان انت عضو في البرلمان العربي للطفل بالشارقه، بتكتب دواوين شعر وطالب. يعني ايه انت عندك كم سنه الاول؟ 15. 15 حبيبي، عقبال العمر كله ليك يا رب باذن الله. بتعمل ازاي كل ده؟ ازاي بتوفق ما بين الحاجات دي وما بين كمان دراستك؟ والله هو اهم حاجه تنظيم وشاطر في دراستك ولا لا؟ الحمد لله دايما من الاوائل عندي في المدرسه ما شاء الله. الله اكبر. هو اهم حاجه في الموضوع هو تنظيم الوقت. اني اعمل سكيدجول كده يومي ليا، ان انا ابدا اقسم مثلا محتاج النهارده اطور مثلا في الحته الفلانيه، وفي نفس الوقت اركز انا ورايا كذا 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 مثلا في المذاكره. أيوة. هو يعني لازم يبقى في بالانس كده. بس اكيد ماما بتساعدك. طبعا اكيد ماما دورها كبير جدا في حياتي. اصلا ماما هي اللي اكتشفت فيا موهبه من وانا عندي 4 سنين. 4 سنين اكتشفت فيك ايه بقى وانت 4 سنين؟ دي 4 سنين ده بنلعب وبنهرج وبنضحك. بالظبط. انا كان من زمان لما كان حد مثلا يجيب لي مثلا هديه او كده بحاول اجيب كلمات على نفس الوزن عشان خاطر اشكره بيها. تمام. فهي حست ان انا ممكن تبقى ميولي للشعر. انا ماما بتحب الشعر بس ماما يعني بتتذوقه مش بتكتب. اوكي. يعني ماما مش بتكتب شعر. فالمهم حست ان انا بدات احب الشعر. والقافيه والقفله. ولما هي مثلا بتقرا شعر او بتسمع شعر بتبقى عايز يعني بتحس ان انا متحمس عايز اعرف هو ده عباره عن ايه. فبدات تحفظني قصائد. يا ابني انت اللي في سنك بيسمعوا مهرجانات. اتعلموا. اتعلموا. شوفوا واحد عنده 15 سنه ما شاء الله، الله اكبر عليه يعني. ربنا يبارك في حضرتك. فالمهم بدات انها حست ان انا ميال للشعر. فبدات ان انا احفظ قصايد لشعراء كبار زي شاعر جمال بخيت، شاعر راحل عبد الرحمن الابنودي. ده وانت عندك كم سنه؟ 4 سنين بداتها كده. وبعدين وبعدين القيت شعر قدام فخامه الرئيس وانا عندي 6 سنين. الله. في الندوه التثقيفيه يعني للقوات المسلحه. يعني انت محظوظ. يعني القيت شعر وكمان قدام فخامه الرئيس. طبعا. وده كان شرف كبير جدا ليا. حتى هو ساعتها كده كان اداني قبله كده. القبله دي بالنسبه لي كان دافع كبير. قبله الحياه دي طبعاً. طبعا. وقال لي انت هتبقى حاجه كبيره قوي يا ساجد في المستقبل. الله. فالكلام ده يعني مأثر فيا جدا لحد النهارده. انت محظوظ على فكره. طبعا الحمد لله. المهم بدات ماشي في سكه الالقاء لحد ما بقى عندي 8 سنين. كنت بتعرف تحفظ الكلام برضو؟ كلام يعني مش سهل الكلام. اكيد. والصور كمان اهي، في صور على الشاشه اهي. دي صورتي مع فخامه الرئيس. الرئيس. صغنن كنت قوي برضو. كنت 6 سنين. طب بتحفظ ازاي؟ كانت ماما بتقعد تحفظك ولا كانت ماما بتقعد تحفظني وتسيبني انا اقول الكلام باحساسي. فانا لما كنت افهم معنى الكلام بطلع الاحساس بقى بشكل تلقائي ويعني عفوي جدا. الله. بس وكنت بخش بقى مسابقات القاء كتير والحمد لله كنت باخد اول جمهوري وكده لحد ما بقى عندي 8 سنين بدات اخش بقى في سكه الكتابه. طبعا كان عندي اخطاء كتير جدا في الموسيقى الشعريه، كنت لسه صغير. اكيد انت صغير طبعا. فوقف جنبي ناس كتير يعني طبعا مش عايز انسى حد فيهم، الشاعر امام معاذ والشاعر سراج الدين عبد القادر وقفوا جنبي في الاول. كانوا يقعدوا يقولوا لي لا بص يا ساجد انت مثلا البيت الفلاني مش موزون. بص عليه تاني وابدا ان انا اراجعه تاني لحد ما اطلع قصيده مظبوطه. وطبعا الشاعره شريفه السيد انا فاهم مش عايز انسى حد، فضلوا جنبي لحد ما حطوني على التراك ان انا ان شاء الله ابدا اكتب. وبدات فعلا اكتب. بدات تكتب من امتى بقى؟ من وانت عندك كام سنه؟ يعني تقريبا بدات اشتغل في الديوان الاول وانا 10 سنين. تمام. لحد ما بقى عندي تقريبا 13 سنه بحاول اكتب اغلط اعيد. زي ما قلت لحضرتك في الاول من 8 سنين بس. انت فخر يا ابني الاطفال والله. عارف فخر العرب مو صلاح، انت فخر الاطفال وحياه ربنا. ده شرف كبير ليا والله كلام حضرتك. المهم لحد ما صدر ليا اول ديوان في معرض القاهره الدولي 2023. وبعدين 2024 الديوان الاول كان بعنوان بكره تروق زي ما حضرتك قلتي. والديوان الثاني كان بعنوان سكر بره في معرض الكتاب السنه دي. طب ما تسمعنا حاجه دلوقتي. تمام. ممكن اسمع حضرتك قصيده مصباح علاء الدين. دي بدون قطع كلامك، دي صورتك كان في ده كان فين؟ في معرض الكتاب؟ لا كانت في احتفاليه موجود فيها دكتور اشرف صبحي. اشرف صبحي. اوكي. طيب سمعنا حاجه بقى. تمام. ممكن اسمع حضرتك قصيده مصباح علاء الدين. دي حاجه جديده. من اللي دخلت بيهم وفزت بيهم في جائزه الدوله المبدع الصغير. اوكي يلا بينا. لو كان معايا يا ناس مصباح علاء الدين، انا كنت ازرع امل جوه قلوب ملايين، واملى كاسات الخير، وابني كمان في قصور بدل العشش للطير، واطير بدون باسبور على بساط من نور،
واملى الحياة بالحب وازرع امل وزهور واخلي كل الناس كده بالهنا عايشين لو كان معايا يا ناس مصباح علاء الدين وابص على الفضا فوق القى هناك مكتوب قلبك صفا وبراح واغلى من المصباح سيبك من اللي راح ولا كنت هبكي اكيد على لبن مسكوب او ان اكون صرخه تصحي كل ضمير وانزع خشونة الصوف يبقى في ايدي حرير واشيل مرارة الخوف وابدله بامان وانثر بذور الخير تطرح دفى وحنان واخلي حر الشمس شعاع محبة كمان واعزف اغاني الحب من غير الم وانين لو كان معايا يا ناس مصباح علاء الدين لكن انا محتار انا زرت ميت عطار ما لقيتش تركيبه تطفي يا ناس النار وتحول الاشرار ويكونوا من الاخيار دلونا روح على مين والاقي عنده هناك مصباح علاء الدين برافو برافو برافو.